السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه فري انبوكسين. معكم محمد العشاش، وكيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل هذا ديال لوجيتيك جي 432، الحاسوب او لا البيسي جيمر كيحتاج بزاف ديال لي كومبوزون باش يخدم، او لا بزاف ديال الحوايج باش يخدم. وبين هاد لي كومبوزون هادو شفنا جي 432 اللي هي السماعه ديال لوجيتيك. وفي هذا الفيديو هذا غادي نكتشفوا وحده من لي كومبوزون اللي ما عمرها دازت في القناه. فايتنا جربنا سماعات، فايتنا جربنا لي سوري، ولكن ما عمرنا جربنا شي كلافي او لا شي كيبورد. وفي هذا الفيديو هذا غادي نكتشفوا كاملين كيبورد اللي جانا من لوجيتيك جي 213. غادي نكتشفوا الكيبورد هذا كاملين ان شاء الله، غادي نتعرفوا على المزايا ديالو والخصائص ديالو وشنو اللي يقدر يكون فيه من السلبيات من بعد الانتر. مرحبا بكم مرة أخرى. إذا كان هذا أول فيديو كتشوفه في القناة ديالنا، ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كذلك تقدر تابعني على انستغرام، حيتاش انستغرام دائما كنكون سابق فيه اليوتيوب، وكنتشاور تمايا معكم في المنتوجات اللي نقدروا نجيبو، وتما كناخذ الآراء ديالكم وشنو الاحتياجات اللي خصكم تشوفوهم. ومن هاد الاحتياجات هادو صراحة وصلوني جوج ديال الرسائل على ود انني نجيب شي كلافيي اللي يكون بثمن متوسط ويكون قاضي الغرض بالنسبة للجيمر. وهادشي علاش اختاريت هاد المرة لوجيتيك جي 213، وقلت علاش لا ما نجربوش. فما تنساش انك تتابعني كذلك في انستغرام وفيسبوك، ونبداو على بركة الله. دونك لوجيتيك جي 213 بروديجي. بروديجي شنو كتعني؟ بروديجي هي واحد التقنيه اللي كتوفرها لك لوجيتيك باش انك تستافد من البرو كيبورد تكنولوجي، ولكن في واحد الفئه سعريه اللي هي منخفضه واحد شويه الفئه السعريه الفلاجشيب. ويمكن لك انك تشري بهذا الثمن هذا واحد الكلافي اللي تقدر انك كيف ما قلنا تستخدمه وما تحش بزاف في الفرق في اللعب. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي ان هاد لوحه المفاتيح هادي ماشي ميكانيكيه وماشي سومي ميكانيك، انما فيها واحد التقنيه اللي كتسمى الميكدو. وهاد التقنيه هادي كتخلي ان التجربه ديالك مع هاد الكلافي هادي ما غاديش تحس بانها صراحه ماشي ميكانيك، انما واحد التقنيه اللي حتى هي فعلا سريعه. كتقول على حسب ما كتقول لوجيتيك هي اسرع 4 المرات من لي كلافي العاديين، والسرعه ديالها كتوصل لجوج ديال ملي سكند، والكليك كيخصك تقل ديال 50 غرام. دونك 50 غرام باش تكليكي تستجيب معك الكلافي. بيان سور هذا الكلافي هذا ار جي بي 16,800,000 لون، وفيه واحد جوج ديال لي بوطون اللي كيخليو انك تاكتيفي الار جي بي او لا ديزاكتيفي، والبوطون الثاني ديال جيم مود. الجيم مود تقدر انك تشغلو باش ديزاكتيفي واحد البوطونات اللي فاش تقدر تكون كتلعب تقدر تقيسهم بالغلط وتقدر تخرج من اللعبه او لا تقدر تبرزط في اللعب. تقدر تحكم في هذا البوطون هادي من السوفتوير اللي كتوفروا ليك لوجيتيك، وكذلك تقدر تخصص الار جي بي لكل بوطون، يعني تقدر تبيرسوناليزي الكلافي ديالك كيف ما بغيتي. واحد الحاجه مهمه اللي خصكم تعرفوها قبل ما تشريو هذا الكلافي هذا، وبالنسبه لي انايا حاجه سلبيه، اللي هي هذيك البلاصه فين كنحطوا يدينا او لا داك الرياح اللي كاينه تمايا كتحط عليها يديك باش كترتاح لك اليد. دونك اللي خصكم تعرفوا ان هذيك الرياح او هذيك البلاصه اللي كتحط عليها يديك ما كتزولش. يعني اول حاجه خصك تشوف القياس البيرو اللي عندك مع القياس ديال هذا الكلافي هذيك، ديك الساعات غادي تقدر تعرف واش انك تشريها ولا ما تشريهاش. وبيان سور الا شريتيها وما قيستيش البيرو ديالك تقدر تبقى خارجه شويه، وداك الساعات غادي تندم على شريتها وتفكر انك تبيعها او لا تبدلها، حيت كيف ما قلت لكم هذيك البلاصه ما كتحيدش وما كتزولش بحال لي كلافي الاخرين. دونك هذه نقطه خصكم تعرفوها حتى هي تزن عليها، وهذه وحده من السلبيات اللي ضروري كيخصني نهضر عليها. بالنسبه لي انا سلبيات، يقدر يكون ناس وحدين اخرين ما يوافقوني شرا. واحد الحاجه ايجابيه في هذا الكلافي كذلك هي انك مثلا الناس اللي كيقدروا يبقاو كيلعبوا لمده طويله او اللي كيبقاو يخدموا قدام البيسي مده طويله وعندهم هذا الكلافي هذا. وبيان سور كنعرفوا ان معظم الجيمرز او الاكثريه ديال الستريمرز كيدوزوا وقتهم قدام الحاسوب وكيبقاو يشربوا بعض المشروبات قدام الحاسوب ديالهم، وتكفح لك هذا المشروب على الكلافي، فالكلافي مضاد للماء او لا مضاد للمشروبات. فاللي عليك فقط انك تخويه من الماء، تحيد داك لي بوطون، تمسح مزيان، ما غادي يوقع الكلافي ديالك والو. وهذه نقطه ايجابيه في صالح هذا الكلافي هذا. من الاسفل ديال الكلافي كيف ما غادي تلاحظوا انه كيتواجد عندنا جوج ديال الرجلين اللي نقدروا اننا نوقفوا عليهم الكلافي، ما يبقاش طايح على البيرو، تقدر توقفوا على جوج المستويات، المستوى الاول والمستوى الثاني. وكذلك عندنا واحد الطبقه درابر لتحت، واحد السطر
ديال الرابر او الجلد اللي ما كيخليش ان هذا الكلافي هذا يتحرك وانت هي كتلعب. وبطبيعه الحال فاش غادي تانستالي اللوجيسيال ديال لوجيتيك غادي تقدر انك تاكسيدي بزاف ديال لي زوبسيون، بحال انك دير فقط في زر واحد بزاف ديال لي كوموند، ومثلا تقدر انك دير في زر واحد بزاف ديال لي زيتاب. مثلا واحد اللعبه كيخصك تبرك على مثلا على بوطون ا بوطون بي بوطون سي بوطون دي، تقدر انك اوتوماتيزي هذه الحركه هذه فقط بوطونه واحده. ما عرفش واش صراحه قضيه ايجابيه ولا سلبيه، انا مازال ما جربتش هذه القضيه هذه، وفعلا ما عنديش واحد تجربه كبيره في العالم ديال الجيمين باش نقدر انني نحكم على هذه النقطه هذه ولا لا، ولكن غادي نخلي لكم نتوما الحكم على هذه النقطه هذه في التعاليق لتحت، واش هذه النقطه هذه كتشوفوها ايجابيه ولا سلبيه، وسيرتو الناس ديال الجيمين كنتمنى انكم تشاركوا معنا في هذه القضيه هذه. ودابا غادي نخليكم تسمعوا الصوت ديال لوحه المفاتيح باش نتوما تقرروا كيفاش غادي يجيكم الصوت ديالها، واش الصوت غادي يعجبكم. بيان سور كاين الناس اللي كيديو على هاد التفاصيل الصغيره هذه وسيرتو الجيمرز، فنشوفكم مور ما تسمعوا الصوت. اخر حاجه غادي خصكم تعرفوا على هاد لوحه المفاتيح هي انه الكابل اللي فيها فيه متر فاصله 80 سنتيمتر، بالنسبه لي انا صراحه مقبول. ما عرفتش ناس اخرين كيفاش غادي يشوفوا هاد الكابل هذا، واش طويل ولا قصير ولا هذاك، ولكن على حسب كل واحد والسيتاب ديالو، كل واحد شحال بعيد عليه الحاسوب. بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم مقبول. وكانت هذه هي المراجعه الشامله ديال لوجيتيك جي 213 بروديجي. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون قصير ما طويلش بزاف، فيه المعلومات الكافيه اللي تقدر انها تخليكم تحكموا واش تقدروا تشريوا هذا الكلافي هذا ولا لا. الى عجبك الفيديو صديقي صديقتي ما تبخلش عليا بزر اللايك، حيت زر اللايك هو اللي كيخلي اي قناه في اليوتيوب دائما تبدع، دائما دير فيديوهات جداد. الامر اللي غادي ياخذ منك فقط بضع ثواني. كذلك شارك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد بيان سور الى عجبك هذا الكونتوني هذا، وبارطاجيه مع اصحابك او لا بارطاجيه مع صاحبك اللي كيفكر يشري حشي كلافيي ومازال حاير بين شنو يقدر ياخذ شنو ما يقدرش ياخذ. باسي له الفيديو هذا، ربما يقدر ياخذ فكره، يقدر يعجبه ما نعرف، يقدر ما يعجبوش. شكرا لكم بزاف على المتابعه. كان معكم محمد العشاش من قناه فري انبوكسين. ما تنساوش كيف ما قلت لكم في الاول دوزوا على لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك، فتما غادي تلقاو بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين اللي ما كيدوزوش قدامكم في اليوتيوب. بيس.